هاي جايز تفدي يوين لاباس هادي تروم تسمنا ستونو تعملي لاباس انتو ما تتفرجوا في هاد لا فيديو هادي اليوم لا فيديو كيف ما شفتو في العنوان كيف ما تتشوفو دابا غادي تكون روتين ديال الحمام. من اليوم قررت ندير حمام مغربي ونتهلا شوية فراسي، مهم يكون داكشي عميق شوية. مهم شوفو شعري كيفاش كان مخبل وحالتو حالة، مهم باين بلا ما نهضر حالتو حالة. وقلت علاش لا ما نحيدش عليا هاد العجز ونتهلا شويه فراسي ونيت نشارك معكم شنو غادي ندير. المهم اول حاجه كنبدا بها البنات هي انني كنسلت شعري، كنسرح شعري مزيان. المهم بدلت المشطه حقاش هادي كتبقى تنتف ليا شعري، ايوا بدلتها وكيف ما كتشوفوا كنبدا نسرح شعري من التحت البنات وعاد نطلع للفوق، ماشي كنبدا من الفوق عاد نهبط للتحت لحقاش حتى تخرجوا على الشعر ديالكم. كنبداو غير من التحت وحنا طالعين شويه بشويه حتى يتسرح الشعر كامل. وبعد معاناة البنات ديال التسلات ديال الشعرات وما عارفين، المهم غادي نستعمل هاد الزيت هادي اللي مصايبها على يدي، ماشي شي زيت اللي مشريه ولا شي حاجة، واللي هي البنات زيت ديال الفلفلة. غادي نديرها في غير في الفروة ديال الشعر ديالي، مغاديش نديرها في الشعر كامل. المهم غادي نفرق شعري البنات كيف ما تتشوفو، فرقت شعري درت الفرقة في الوسط. وغادي نبدا نستعمل البنات في كل فرقة عندي في الشعر غادي نستعمل فيها، يعني غير في الفروة ديال الشعر وغنبقى ندير بها مساج للفروة ديالي. ها نتوما البنات من بعد ما ساليت ديت الجهة قلبت للجهة الأخرى ونفس الطريقة، كنبقى ندير الزيت وكنبقى ندير المساج للفروة ديال الشعر ديالي غير بالأطراف ديال يدي، بس ماشي بالضفار، غير المهم غير بداك الحيمة صافي. كنبقى ندير مساج عاوتاني قلبت للجهة الأخرى ونفس الطريقة البنات متبعها للشعر ديالي كامل، للفروة ديال الشعر ديالي كاملة. ودابا البنات ندوزو لهاد الاطراف اللي هما ناشفين، خصنا نستعملو لهم شي زيت اللي تكون تتزيد الشعر مزيان وتتغدي الشعر مزيان. وانا استعملت زيت الكوكو لحقاش البنات خطيره للشعر اللي هو جاف وناشف ومتقصف، نصحكم بها زيت الكوكو ديروها للاطراف ديال الشعر ديالكم اولا تقدو تستعملوها حتى للفروة ديال الشعر ديالكم. انا كنتجنب نستعملها لحقاش تتيدم الشعر، اما بالنسبه للبنات اللي عندهم الشعر ناشف بزاف يستعملوها. خير البنات من بعد ما استعمل كاع الزيوت اللي كنت باغا نستعمل الفروة ديال الشعر ديالي والاطراف ديال الشعر، كندير الضفيرة البنات، جمعت شعري ما نخليهش مطلوق، درت له ضفيرة. ايوا سالينا البنات الشعر. ندوزو دابا نتهلاو شويه في البشره ديالنا وغادي نستعمل هذا الماسك هذا اللي وريتكم اللي هو ديال لاغجيل. غادي نستعملو للبشره ديالي الوجه ديالي قبل ما ندخل الحمام البنات. دابا البنات غادي ندوزو للتبريمه اللي غادي ندخل معايا للحمام، وغادي نستعمل هادي ديال الحنه، راه مخلطه وفيها كلشي، فيها كاع العشوب يعني واجده.
خصني غير نخلطها، وغادي نستعمل هاد الصبايمه واحده اخرى ديال العطار الفاسي. غادي نستعمل جوج معلقات، وابخي غادي نستعمل هاد الكروماج، هذا كروماج البنات ديال ودعه، حتى هو غادي ندخلو معايا الحمام. ابخي البنات غادي نخلط دوت التبريمات، غادي نضيف عليهم الحامض اللي فيها البنات بزاف ديال الفوائد، وبزاف البنات كيخافوا منه وكيخافوا من الاستعمال ديالو. خصكم البنات غير تجربوه في شي بارتي البنات في الجسم ديالكم، وتشوفوا واش عندكم الحساسيه منه ولا لا. المهم اللي عندها الحساسيه منه اكيد ما تستعملوش، ولكن خطير البنات، كيبيض وكينقي البشره زوين بزاف. ضيفوه لي ماسك ديالكم، واخا ضيفوا غير قطيرات، جوج قطيرات جوج نقيطات وصافي. المهم انا راكم شفتو درت نص حامضه وعصرتها لهم بجوج، يعني ما درتش نصف الوحده. ابخي البنات غادي نزيد مواد باش غادي نخلطو ونجمعو هادشي هذا مزيان. مواد البنات خلاص معروف، يعني ما غاديش نعاد نقول لكم انا شنو شتي ديال البشره والفوائد ديالو. صافي كنخلطهم البنات مزيان مزيان، تري صافي تري يعقدوا. فوالا البنات شوفوا يدي كيفاش ولات بطلع الكالفاسي. صافي دابا التبايمات واجدين. ابخي وجدت البنات حويجاتي ديال الحمام والفوطه ديالي، ودخلت للحمام باش نضربها بصح محيمه فعلا تاكا. المهم هذه هي التبايمه البنات ديال الحنه، هي هذه البنات استعملتها للجسم ديالي كامل البنات. ابخي البنات هذه التبريمه ديال العطار الفاسي حتى هي استعملتها للجسم ديالي كامل. مي البنات ركزت على رجلي لحقاش تتخلي واحد اللوين زويون في رجلين. المهم ركزت على رجلي باش تخلي لي لوين حميمه هكا، غادي المهم حميمه وصافي. راكم عارفين العطار الفاسي كيفاش كيرجع رجلين زوين بزاف ليهم. وابخي البنات استعملت الكروماج ديال الودعة، وهاني البنات خرجت من الحمام. دابا غادي نستعمل معكم شنو كندير ابخي الحمام. هذا زيت ارانا البنات، غادي نستعملو البشرة ديالي الوجه ديالي، خطير بزاف زيت ارانا خلاص غني يعني تعريف. غادي نستعملها البشرة ديالي البنات، وغندير بها مساج للبشرة ديالي. هاد الحركات البنات هم عندهم واحد تأثير خطير على البشرة ديالنا. هانتوما غادي تشوفوا، غادي نبقى نستعمل مساج، كنحرك الدورة الدموية في الوجه، وهادشي البنات راه عنده تأثير في زعما في المستقبل، يعني ماشي لدابا، هادشي غتبقاو تلاحظوا التأثير ديالو في المستقبل، يعني ما تبقاوش زعما لابو ديالكم دغيا تتكمش دغيا تلقاو الخطوط، وهذا لابو ديالكم غتبقى شاده فراسها شويه، يعني ما تشافش قبل الوقت. ابخي البنات غادي نستعمل هذا الكريم هذا ديال سيرافي اللي كنستعملو البشره ديالي كامله، يعني الجسم ديالي كامل كنرطب به. الصراحه خطير البنات هذا بزاف، عرفت واحد الترطيبه ما يمكنش، الترطيب ديالو زوين بزاف البنات. المهم كنستعملو البنات للجسم ديالي كامل، يدي والجسم ديالي كامل ابا وجهي حيت الوجه بوحديتو. ودابا البنات غادي نستعمل ديودورون ديالي اللي كنستعمل ابخي الحمام، كنستعمل هادي ديال لو بوتي مارسيي. ومن بعد البنات غادي ندوزو لرجيلات ديالنا فازلين، ترطيب خطير ديالها.